سر الرحلة 401 طاقم أشباح الخطوط الجوية يظهر للركاب ويثير الرعب. بدأ الأمر في نهاية عام 1972 عندما غادرت رحلة روتينية من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى ميامي في تمام الساعة 9:29 مساء مع الطيار المخضرم الكابتن بوب لوفت. كان على متن الطائرة أعضاء طاقم الرحلة الآخرين، وهم الضابط جون ستوكهيل مهندس الطيران، ودونالد لويس ميكانيكي طائرات، وعشر مضيفات في المقصورة الرئيسية تخدم 163 راكبا. بعد ساعتين من المغادرة بدأت سلسلة من المشكلات تحدث عند الاقتراب من فلوريدا، وكانت البداية من خلال مشكلة في مقدمة الطائرة، مما اضطر الكابتن لوفت للتخلي عن الهبوط وأبلغ مراقبة الحركة الجوية بالمسألة. عمل جميع أعضاء طاقم الرحلة على حل المشكلة مع تشغيل الطيار الآلي، وخلال انشغالهم بذلك لم يلاحظ أي منهم أن أحدهم قد قام بإيقاف تشغيل الطيار الآلي عن غير قصد، والأسوأ من ذلك لم يلاحظ أي منهم أن الطائرة كانت تفقد ارتفاعها بشكل مضطرد. بعد قليل لاحظ الطاقم أخيرا ما يحدث، وهبطت الرحلة 401 في إيفرغليدز بسرعة تزيد عن 200 ميل في الساعة. ووفقا لمجلس سلامة النقل الوطني NTSB فإن جسم الطائرة الرئيسي انقسم إلى 4 أقسام رئيسية والعديد من القطع الأصغر الأخرى عند الاصطدام، وقتل الضابط الأول على الفور، واجتاح وقود الطائرات المحترق الطائرة أثناء مرورها عبر المستنقع. تفككت الطائرة وتناثر الحطام فوق منطقة يبلغ طولها حوالي 1600 قدم وعرضها 300 قدم، ونجا 67 راكبا من المذبحة و94 راكبا لقوا حتفهم، ونجا أيضا 2 من طاقم الطائرة وكذلك الكابتن بوب لوفت، لكنه أصيب بجروح بالغة أدت إلى وفاته قبل وصول فرق الإنقاذ. أما دون ريبو تمكن من البقاء على قيد الحياة حتى وصوله إلى المستشفى، لكنه توفي أيضا متأثرا بإصاباته. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، وسجلت هذه الرحلة كواحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ الطيران الأمريكي. ولكن بعد وقت قصير من وقوع الحادث المدمر بدأت القصص تظهر في مجتمع إيسترن إيرلاينز عن رؤية غير مفسرة لبعض أفراد الطاقم من الرحلة 401. روى أطقم الرحلات والركاب على متن طائرات أخرى مماثلة في أسطول إيسترن إيرلاينز أمورا عن مشاهدة الكابتن بوب لوفت ودون ريبو أكثر من مرة واقفين في الممرات أو المطبخ وأيضا في قمرة القيادة. لكن مع الوقت بدأت الروايات في ذكر أمور خطيرة وأكثر شرا، حيث وصفت راكبة ما أنها رأت شخصا يبدو شاحبا جالسا في أحد المقاعد، وكانت قلقة للغاية بشأن ظهوره لدرجة أنها استدعت مضيفة للتحقق منه، لكنه اختفى أمام أعينهم وأعين العديد من الركاب الآخرين. شعرت تلك الراكبة بالرعب والهلع، وبدأ أفراد طاقم الطائرة بتهدئتها، ثم عرضوا عليها صورا للعديد من طاقم الطائرة المحطمة وأشارت إلى دون ريبو. لم تكن تلك هي المرة الوحيدة المسجلة، حيث خضعت رحلة أخرى لفحوصات ما قبل الرحلة عندما شوهد شبح الكابتن بوب لوفت وهو يتجول حول الهيكل السفلي، حتى أنه تحدث مع الطاقم الأرضي، الأمر الذي جعل طيار هذه الرحلة متوترا للغاية لدرجة أنه ألغى الرحلة. وذات مرة أصرت مضيفة طيران خلال إحدى الرحلات على أنها شاهدت مهندسا يعمل على إصلاح أحد الأفران، وعندما سألوا المهندس الوحيد الموجود على متن تلك الرحلة نفى ذلك مطلقا. وكما هو الحال في تقارير أخرى أطلعوا المضيفة على صور طاقم الطائرة المحطمة واختارت ريبو من بين الجميع. وصدمت إحدى مضيفات الرحلة تري ستار 318 لرؤية ريبو ينظر إليها، لدرجة أنها اتصلت بأعضاء آخرين من طاقم الطائرة للتأكد مما تراه، وكان هناك وقتها مهندس طيران مناوب يعرف ريبو شخصيا وتعرف على وجهه على الفور مؤكدا أنه هو صديقه المتوفى.
ووسط اندهاشهم حذرهم ريبو أو شبح ريبو من نشوب حريق على متن الطائرة، لكنهم لم يبدوا كثيرا من الاهتمام. ثم في وقت لاحق أثناء الرحلة حدثت مشكلة بالمحركات، نشب عنها حريق وتم إلغاء المرحلة الأخيرة من الرحلة. ترددت بعض الأقاويل حول قيام الشركة باستخدام أجزاء غير تالفة من طائرة الرحلة 401 المحطمة واستغلالها في طائرات أخرى كإعادة تدوير للموارد، حيث يعتقد البعض أن ذلك هو سبب ظهور أشباح الطاقم المتوفى. لكن شركة إيسترن إيرلاينز نفت رسميا وجود أي خطأ في طائرتها أو أفرادها، لكن بعد ذلك انتشرت تقارير تفيد بأن مهندسي الطائرات أزالوا بهدوء أي مواد أعادوا استخدامها من الطائرة التي تعرضت للحادث، ومن وقتها توقفت الأمور المرعبة بمجرد الانتهاء من كل هذا. وأنتم، هل رأيتم أي وسائل نقل عامرة بالأشباح من قبل؟ كنا معكم في قصة أشباح الرحلة 401، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.